نزل لي هذا العام يعني كاين واحد التواجد ديال السياح داخل مدينة طنجة. طبعا المتواجد الامن يعني السياح يعني كلشي الامور مزيانة، المناسبة يعني الامور على خير وبخير، الفنادق عمرة تبارك الله، المدينة عمرة، الناس مرتاحة والامن كاين، وكنتمنوا سنة سعيدة للجميع وكل عام وانتم بألف خير. الحمد لله الاجواء مزيانة هنايا في طنجة، وخا الاجواء باردة والحمد لله الامن كامل قايم بالدور ديالو في مدينة طنجة، وكنشكروا الجميع على السهر ديالهم اللي كي يعني اللي كيمشيو الامور كامله مضبوطه في هذه المدينه، وكنتمنى من الله كل شيء يدوز بخير وسنه سعيده على الجميع. مدي وريقات هذه مراقبة مزيانة بسنة بحلول سنة جديدة إن شاء الله، مزيانة يكون هاد مراقبة. الحمد لله راس العام جاز مزيان بخير على خير، أجواء مزيونة هنا في طنجة بزاف، الأمن كاين، سنة سعيدة.